أشكر أهل مسبود على استضافتهم لهذا الاجتماع، وأخص بالذكر وأتذكر وأحيي عائلة المرحوم علي بن قيسي، وأتمنى أن يصل هذا السلام إليهم. علي القيسي كان من رفاق الأمة للوالد كمال جمرات. سأبتدئ بالموضوع، كل شيء ملح، كل شيء ملح، لكن عادة الكورونا تستفحل، وحسب ال حسب الإحصاءات يعني الذين يصابون في الكورونا اليوم هم الذين لم يمروا على أو لم يتلقحوا أو لم يتطعموا، لذلك أهمية اللقاح، أهمية التطعيم. هذا رأيي جميع الذين التقيت بهم، منهم الدكتور زهير عماد ودكتور بلال والغير. إذا أهمية التطعيم، لأنه الارتفاع بدأ ارتفاع مخيف مخيف، ولست أدري هون إذا يعني يجب مجددا فتح مستشفى القسم مستشفى سبلين الكورونا أم لا. هذا بيعود إلى بلال والهيئة المشرفة على مستشفى سبلين بالتنسيق مع وزارة الصحة أفضل وغيرها من الأماكن، لكن أعتقد مستشفى سبلين أيام أزمة الكورونا لعب دور كبير. خلص مش الحال، مش الحال، مش الحال، خلص يا أخي. اثنين، يعني كنا قد رحبنا بهذه الحكومة بعد انتظار عام، ولازلنا نأمل بأن تنجز هذه الحكومة بعض البنود، لكن لست أدري بالرغم من العقبة، عقبة المصطنعة أو العقبة المدمرة أو العقبة المخربة التي صدرت بعد تصريح أحد الوزراء حول حرب اليمن، لست أدري لماذا يغيب فجأة كل كلام حول الإصلاح من قبل وزراء محترمين من هذه الحكومة. فجأة لم نسمع أو لم نعد نسمع شيء عن البطاقة التموينية. طيب لماذا؟ هل يبدو أن هناك أوساط في هذه الحكومة لا تريد البطاقة التموينية؟ أو هل أن هناك أو أن التمويل لهذه البطاقة غير موجود بعد أن وعدنا كثيرا بأن التمويل موجود أو قد ينوجد من خلال البنك الدولي أو غير البنك الدولي؟ طب لماذا غاب هذا البند؟ قضية الكهرباء، فجأة يغيب الكلام حول الغاز المصري وحول الكهرباء الأردنية بعد أن رحبنا به، بعد أن رحبنا به وهو حل، أقول حل مؤقت، قد يرفع تغذية الكهرباء من 3 ساعات أو من 2 ساعات إلى 10 ساعات، ويكون إنجاز في انتظار الحل الجذري. موضوع العائلات الأكثر فقرا، هنا هذه المهمة موكلة إليكم وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية، موكلة إليكم. كيف؟ هل يستطيع الحزب مع الأحزاب الأخرى، مع المجتمع المدني، مع أيا كان، نحن منفتحون على الجميع بأن نقوم بإحصاء في الإقليم الخروب كما في الجبل، لكن اليوم نتحدث عن إقليم خروب. هل ما هي العائلات، أو هل وزارة الشؤون الاجتماعية أحصت العائلات الأكثر فقرا في الإقليم؟ وإذا كانت أحصت، ما هي تلك العائلات؟ ما هو عدد هذه العائلات؟ وكما تعلمون يعني هدف فكرة العائلات الأكثر فقرا صدرت عندما كنا في الحزب في وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن اليوم رقعة الفقر ورقعة العوز توسعت. إذن لابد من إحصاء جديد، بدأ إحصاء جديد من أجل الوصول إلى حقيقة من هم الذين يحتاجون.
وسبق وذكرت نحن منفتحين على الكل، يتفضلوا عم بيعاتبوا عم بيعاتبونا عم بيهاجمونا، اهلا وسهلا جميع بدون استثناء اذا بيحبوا يتعاونوا، لكن فليكن هذا عنوان المرحله بالوقت الحاضر. كهرباء تحدثنا، الغاز المصري تحدثنا. طيب طبعا موضوع لماذا لا تجتمع الحكومه، منه ما عادش سر، ربطوا اجتماع الحكومه بنسف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت، ما بدي اكثر من هيك. يعني تجتمع الحكومه اذا ما اوقف التحقيق في مرفأ بيروت، هذا هو الشرط. مع الأسف هذا هو الشرط، هذه الحقيقة. إذا أحد منكم يعني مش عرفها، هذه الحقيقة أنه لا للتحقيق في المرفأ، إذا لا للتحقيق في المرفأ بالمقابل في تجتمع الحكومة، ثم يعني يرون يعني القوى الفاعلة ترى كيفية إخراج قضية التصريح تبع الوزير الإعلام. موضوع الانتخابات ايا كانت الصعوبات، ايا كانت الهواجس او التحفظات او سموها اللي بدكم، ما فينا نطلع من تحالف طبيعي موضوعي تاريخي مع المستقبل، ما فينا نطلع. لكن بهذا بنفس الوقت نقدر ونعلم الشروط أو بالأحرى الضغوطات أو الوضع للشيخ سعد الحريري. بالرغم من كل شيء نقول للشيخ سعد بلد لبنان أن يبقى في المهجر شأنه، لكن بلد لبنان ويبقى قطب أساسي في المحيط الوطني في الوضع الوطني اللبناني، غيابه عن الساحة لا يفيد، محله برجع ظروف تغيرت، لكن إذا غاب وسلمنا البلد، كل البلد إلى المحور السوري الإيراني، بتكون غلطة فادحة. لا نستطيع وحدة بدون الشيخ سعد أن نواجه سلمياً، أن نقاوم سلمياً، أن نقول كفى. نصيحة طبعاً بالتحالفات، في التحالف مع القوات اللبنانية موجود، بدنا نعززه ضمن طبعا القيود الخانقة لهذا القانون العمل، واللي أجبرنا على المسير فيه. يعني سهل جدا على البعض يتهمنا بالمنظومة الحاكمة، ما في أحلى منها هذه كلمة منظومة حاكمة، بس ما لم نكن نستطيع أن نقاوم الثنائي الشيعي ولا الثنائي المسيحي الذي مشى بهذا القانون الذي منعنا عن أي تحالف طبيعي وأي تصويت طبيعي، هذا القانون المقنن الأرثوذكسي. نحن صحيح كنا أول الفاعلين، أول المنادين لرفع الدعم، صحيح مش سر الشيء، لكن كنا نريد أن يبقى احتياط. بقي تجار الدواء وتجار المحروقات وتجار المأكولات سيطروا وحرقوا وسرقوا كل الدعم. اليوم الدعم كل الاحتياط، ما بقي من الاحتياط كما صرح المصرف المركزي، ما بقي هو 14 مليار. لو بقيت المليارات التي هجبت أو سرقت أو نهبت، كان في مجال لدعم الدواء بالأصناف معينة، كان في مجال لدعم المأكولات بأصناف معينة، كان في مجال لدعم النقل العام. نعم النقل العام، نحن كنا أول من نادى بدعم النقل العام، يعني السيارات العمومية والنقل العام. إذا ما في نقل عام شرعي، يعني بواسط دولي، في بواسط عمومية مثل ما في تاكسيات عمومية تدعمها، بس اليوم كل الدعم كل الاحتياط راح مع الأسف. هذه هي بعض النقاط.